ما كنت أتمنى الله يمد بعمري حتى أشوف العراقي بالطفل وأشوف المرأة أو أشوف شرف العراقيات وصل لي هذا الحال. هاي الحالة بالبصرة، انطوني إياها خليني هوا بطنك بطنك واوا بنوني بطنك واوا هسا ماما هسا إن شاء الله الله يوفقه أوديش للطبيب حبيبتي حبيبتي قلبي ما تنش واوا لا تبكين لا تبكين لا تبكين تبكين حبيبتي يا ايش اسوي لك ما جاي تطلع بطني ايش اسوي لك يما لا تبكي يا قلبي يا حبيبتي قلبي يا مايتي سعادة محافظ البصرة السيد أسعد العيداني ومدير مكتب الأستاذ دكتور عقيل، الميسورين بالبصرة الأخ حاتم الدراجي، الحاج علاء فندق مليون يوم، هاي المرأة بصراوية وهذه حالة بنيتها وأبوها على مثل ما حكيت لي أبوها متوفي وبحاجة إلى رعاية طبية. أبو الحسن أستاذ أسعد العيداني سيد حاتم الدراجي حجي علاء، هاي بشواربكم أنا راح أقضيها أتوسل هنا وأتوسل هنا ومو عيب يعني مو عيب بس تعال يعني مناظر تمرد القلب ما يعني أنا هذا آخر والله ما كنت أتمنى أن عندي عمر أشوف العراقي بهذا الشكل ما كنت أتمنى الله يمد بعمري حتى أشوف العراقي بالطفل وأشوف المرأة أو أشوف شرف العراقيات وصل لي هذا الحال بس أنا أقول العراق بخير وأهله أشراف طيبين عندنا هواي نعم مرات السيء هو الذي يطفو أنا الصورة مو سوداوية تماما عندي لكن الأسود اللي عندي واللي يلمني واللي يجرح مشاعري أنه هذا القدر الأسود هو الذي صار في الواجهة بالمقابل أيضا لدينا الكثير من الشرفاء العراقي أبو النخوة أبو الغيرة العراقي بيرغ أو من تنخاء أنا نخيت هاي الأسماء أبو الحسن ما بيها كل مجال هذه والأخوة اللي ذكرت أسماهم وأهالي البصرة أيضا أتمنى منكم موقف لهاي البنية